ومعي هنا الملازم ناجي الشدادي، ايضا احد ابطال الجيش الوطني المرابطين في هذه الجبهات. مرحبا بك ناجي، وخبرنا عن معنويات الابطال وعن كذلك البطولات التي يسطرها ابطال الجيش الوطني في هذه الجبهات. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في خلال هذا الاسبوع كان العدو يحشد من فتره، وجمع له مجاميع وبدا في بعض المواقع بالهجوم على بعض المواقع التي هي العيرف وبعض السوائل، ولكن لا فائدة معه لا من مجاميعه ولا من الحشد. لقد لاقوا المر والويل والهزايم، لقد كان لهم أبطال القبائل وأبطال الجيش الوطني بالمرصاد، ولقنوهم دروسا قاسية لم يعرفوها، وإن شاء الله ما يلقى إلا هذا الشيء وأكثر من هذا، لأن هذا الدفاع وهذا المقاومة أصبحت مصيرية، يا نكون أو لا نكون. فوالله إن لا نزال صامدين، وقد سبقونا أخواننا بدمائهم الشهداء، فدونا بدمائهم وأرواحهم لإحياء هذا الوطن وإقامة النصر، وإن شاء الله إن وراهم، وسنطارد هذا الحوثي في كل شبر من بلادنا في اليمن، وإن شاء الله إن منصورين بإذن الله تعالى. وسنضحي ضحينا وسنضحي إذا آخر قطرة من دمائنا في سبيل هذا الوطن وفي سبيل الدين والعرض إن شاء الله. إن العدو فيه وهن وفيه خسارة، فلا زال يحشد أطفال، يعني لما تواجه الأطفال يقوم يبكي وحالته لله، ما عادش من القوة الأولى، كان من أول عقايدين وكانوا يقاتلوا بقوة، أما الآن يحشد له من الشوارع وينهب له أطفال ويدهفهم. فهدفه الموقع، ما هدفه في أي تضحية، سواء ضحى بألف أو واحد، يهمه لو يتقدم شبر واحد، ما يهمه الأفراد ولا يهمه أرواح، ولا يهمه العشرات ولا أرواح الناس جنابيل، ما يهمه. قد يمكن يضحي على أحد الزنابيل والجناديل بألف فرد، ويمكن يخلي 100 فرد من الزنابيل مثل ما حصل الآن بعض الجثث مردمية إلى الآن، يعني كانش يخرجوا الجثث القيادي وطلعوا فوق 10 وحطوا فوقها حتى 10 ولا 20 ما عنده، لكن بعض الجثث بالعشرات ما يسأل عنها.